بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الغيث إن شاء الله، ورب يزيد غيثنا ويتفضل علينا ويتكرم علينا بفضل منه وكرم وبمدد منه سبحانه وتعالى. فلله الحمد أولا وآخرا. وبعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربينا ويوجهنا نحو الخير، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا قال الخير الله يبارك يقول الخير، إذا ما قدرش يقول الخير واش يدير؟ يسكت. وأحيانا يكون السكوت هو الحكمة، وأحيانا يكون الكلام هو الحكمة. فإذا كان الإنسان راح يقول الخير، يقول خيرا، إذن القول هو الحكمة ولا السكوت هو الحكمة؟ القول هو الحكمة. وإذا كان واحد راح يقول حاجة خلاف ما تصلحش، يقولوا شنو هو؟ السكوت هو الحكمة. سبحان الله. وحقيقة الكلمة هذه، الكلمة كما يقول، سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. والكلمة عندها اعتبار كبير جدا في الدين، وعندها اعتبار كبير في العلاقات الإنسانية، وعندها اعتبار كبير في نجاة الإنسان، ويقدر يكون عندها اعتبار كبير في هلاك الإنسان والعياذ بالله. لما ذاك سقسى النبي صلى الله عليه وسلم على اللسان، قالوا: أو نؤاخذ بأقوالنا بما تقوله ألسنتنا؟ قالوا: وهل يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم واش هو السبب الكبير عياذا بالله ليؤدي بالناس إلى جهنم والعياذ بالله؟ هي حصائد الألسن، الألسن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التحذير من هذا اللسان: إن الكل إن وإن الرجل أو الشخص لا يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، قلت ما فيها والو، كلمة باطل، لا يلقي لها بالا، واش دلو؟ يهوي بها في النار 70 خريفا. أي حاجة كبيرة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تصور 70 خريفا، وكل نهار فيه أو في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واحسب حينئذ. فالكلمة هذه كلمة حاجة خطيرة جدا، وفي نفس خطيرة بمعنى مهمة، وخطيرة أيضا بمعنى أنها تؤدي أيضا إلى الخطورة بالإنسان في نفسه وفي دينه وفي سلوكاته وفي أعماله.
طيب هذه الكلمة بها يكون المسلم مسلما، لأنه شنو صح الإسلام هو اعتقاد في القلب، إيمان في القلب، ولكن بماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه باللسان. لا يقول لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يقول يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فهي كلمة، ولهذا فهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد. وشوف سبحان الله كما نقول كلمة التوحيد نقول أيضا على توحيد الكلمة كلمة التوحيد وزيد ماذا؟ توحيد الكلمة. فالناس كي تتلاقى وتجتمع وتتوائم وتتعاون باش هي بالكلمة أيضا، لما تكون كلمتهم واحدة يكون أيضا عملهم واحدا ويكون سلوكهم واحدا ويكون موقفهم واحدا. وشوف سبحان الله الحديث تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أن الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، في هذه الشعب أكبر الشعب وشنو هي؟ هي الإيمان، هي فأفضلها قول لا إله إلا الله هكذايا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي نفس الوقت في إذا يقول والكلمة الطيبة، ماشي نفس الحديث هذا، يقول والكلمة الطيبة صدقة، إماطة معناها كيقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بمعنى حاجة بسيطة اللي هي إماطة الأذى عن الطريق. ويقول أيضا قياسا عليها والكلمة الطيبة صدقة، معناها في الإيمان هذا في أعلى رتبه واش كاين؟ كاين الكلمة. وفي في أقل رتبه واش كاين؟ كلمة. وما بين أعلى الرتب وأقل الرتب كاين كلمات كثيرة جدا. والصلح خير، مثلا إنسان يروح يصلح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم أو أصلح أو أصلح. هذا الإصلاح هذا وشنو هو؟ وشنو هو الإصلاح؟ عادة في مجالس الصلح الناس واش تدير؟ في مجالس الصلح، في مجالس الصلح كاين الكلمة، والكلمة هي التي تجمع بين الناس والتي تصلح بينه. وكل ما كان الإنسان وكل ما كان الإنسان يعني عنده كما نقول الكلمة الطيبة ويعرف كيف يدخل إلى قلوب الناس وكيف يقنع عقول الناس كلما أصلح. إذن فقول لا إله إلا الله أعلى رتب الإيمان هي كلمة، والكلمة الطيبة صدقة، والصلح صدقة، والصدق اللي هو الكلم هو كلمة. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا اللسان، ما أعظم هذا الشيء اللي أعطاهنا ربي سبحانه وتعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان مدى به أن يكون من الذين يقولون الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إنسان لما يقول كلمة خير أو يدير في الخير ولا لا؟ أو يدير في الخير أو دخل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسبحان الله العقود الكبيرة اللي نقوم بها، العقود اللي ننشئها هي ماذا؟ هي كلمات اللي تنشأ به الأسرة. أسرة كان حاجة أكثر من الأسرة. بماذا تنشأ الأسرة؟ تنشأ الأسرة بالكلمة. يروح هذاك الآخر يقول له زوجني بنتك لوليدي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وشنو؟ هذه كلمة ولا ماشي كلمة؟ هذه كلمة. والآخر يقول له قبلت أو إني زوجتك بنتي لوليدك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة ولا ماشي كلمة؟ كلمة. بماذا ينشأ عنها؟ ينشأ عنها عقد الزواج وعقد الزواج وعقد القران. هذه حاجه قليله، هذه حاجه كبيره. ربي في القران الكريم زوج حوايج سماهم الميثاق الغليظ، النبوه واخذنا منكم ميثاقا غليظا، وعقد الزواج ايضا واخذنا منكم ميثاقا غليظا.
بماذا ينشأ هذا الميثاق الغليظ؟ الغليظ ينشأ بماذا؟ بالكلمة. والناس اللي يشهدوا بماذا يشهدون؟ يشهدون بالكلمة. وعقود البيوع وشنية؟ هي كلمة، هي كلمة، أو ما يقوم مقام الكلمة. حتى في الفقه لما يقول لك الصيغة يقول لك بالكلام أو ما يقوم مقامه، كالكتابة والإشارة وكذا. تسمى ولات الكتابة هي نائب عن الكلمة، الكلمة هي الصح. ولهذا احنا في حياتنا ينبغي أن نحرص كل الحرص على ضبط هذه المضغة، هذا اللسان، هذا اللسان هذا والله خطير جدا. وسبحان الله كاين ناس تلقاه عالم وصالح ولباس عليه ويعرف، وتلقاه ربما يتفادى أكل أموال الناس بالباطل، ما يأكلش أموال الناس بالباطل، وربما تحطه في الفينقة وما يأكلش لقمة على الحرام، وتلقاه حريص على الصلاة وفي الصف الأول وإلى غير ذلك، وحريص على الصيام، ورانا في جوزنا رجب ورانا دخلنا شعبان وإن شاء الله ربي يبلغنا شهر رمضان بالخير. يعني تلقاه في معظم شؤونه منضبطا مستويا قائما على حدود الشرع، ولكن وين ينسى روحه؟ ينسى روحه في الهضرة. تكون مجلس تاع كذا يهضر ويدخل ويدخل يعجبه الحال. ولهذا يقول بأن هذه الغيبة يعني هي التي لا يكاد يسلم منها أحد. وهذه منين؟ هذه هي كلمة. ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه وشنو؟ هذه عبارة عن كلمة. والنميمة وشنية؟ كلمة ولا ماهيش كلمة؟ كلمة. ولا يدخل الجنة قتات، أي نمام، بمعنى يعني صاحب هذه الكلمة ما عندوش أهلية أصلا باش يدخل لهذه الجنة. والكذب كلمة ولا ماهيش كلمة؟ كلمة. أيكون المؤمن جبانا؟ الجبان هو عبارة عن فعل والشجاعة. أيكون المؤمن بخيلا؟ يعني مؤمن بصح بخيل، قال له نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قالوا لا، هذه كذابا. وشنو الكذب؟ هذه هي عبارة عن كلمة، سبحان الله العظيم. ولهذا سبحان الله لما هذا حديث بسيط عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباراته طبعا، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كنت قادرا على أن تقول قل كلمة خير فقلها ولا تخف، وإذا كنت عاجزا فاصمت. أما إذا كان راح تؤدي بنفسك إلى أن تقول كلاما ماهوش مليح، فطيب شهادة الحق، واحد يجي يشهد من أجل إحقاق حق، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه الشهادة، هذه وشنو الشهادة؟ هي عبارة عن كلمة. هذه الكلمة هذه تقدر تسلك واحد من حكم بالإعدام، تقدر تثبت لشخص حقوقه المادية، حقوقه المعنوية، ما يضيع لهش كذا، كل هذا ما، وتقدر تنقذ عائلة، كلها عبارة عن كلمة. ولا تكتموا الشهادة. والعكس، الشهادة الأخرى اللي تضيع الحقوق، والشهادة الأخرى اللي تضيع على الناس أموالهم وتضيع على الناس حقوقهم وتضيع وتضيع، وشنو هي أيضا؟ هي عبارة عن كلمة. وسمها الشرع، سمها شهادة الزور. شهادة الزور، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يكرر حتى قلنا ليته سكت. يعني الصحابة يعني خافوا من شدة تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذه الكلمة اللي هي شهادة الزور. فلاحظوا هذه الكلمة شحال راهي تمشي في حياتنا. ولهذا ربي عز وجل خاطب الأمم قبلنا وخاطبنا نحن، وقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا
بالتي هي أحسن. وقال ربي عز وجل وقولوا للناس حسنا، بل قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. سبحان الله، يقول التي هي أحسن، بمعنى لا، الله عز وجل لا يريد منا فقط الحسن، الشيء الحسن، ولكن الله يريد منا الأحسن. الآن في الجامعات، في المؤسسات الاقتصادية، في التنظيم السياسي، في التنظيم الإداري، الناس كامل تبحث عن معايير، ما يسمى اليوم بمعايير الجودة. الجودة حتى ولات فيه معايير تاع الإيزو وكذا، في ماذا، في وش هي الجودة، ما هي الجودة؟ هي أن ينتقل الإنسان من المستوى المتدني إلى المستوى الوسط، إلى المستوى الحسن، إلى المستوى الحسن، إلى المستوى الأجود. هذا هو بمعنى الترقي. كذلك شوف الله عز وجل قلنا وقولوا للناس حسنا ولا تجادوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. دائما يحب يطلعنا، يريد أن يرقى بألفاظنا، أن يرقى بتصرفاتنا. ولكن أكثر شيء نمارسه في حياتنا هو الكلام. كان واحد من علماء الجزائر الشيخ سحنون ربي يرحمه برحمته الواسعة، جاه واحد قال له يا شيخ شوية سفيه وما يحشم شوية هكذا. فقالوا قالوا انتم، قالوا انتم العلماء والمشايخ، قالوا تعرفوا غير تحضروا تما، راكم غير تما، عندكم غير الهضره، راكم تحضروا برك. قالوا يا فلان، قالوا وهل كانت رساله الانبياء الا الكلمه؟ قالوا الانبياء عليهم الصلاه والسلام وش كانوا يدير؟ كانوا يقولون للناس الحسنى، وهذه هي اللي تسقمك ولا تسقمني ولا تسقم المجتمع الى غير ذلك. لاحظ يعني هذه الكلمة وقيمتها في المجتمع، ولهذا ربي عز وجل عبر عنها في القرآن الكريم، صورها لنا تصويرا جميلا بديعا. قال مثلك ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف يعني كي يعني غرس، بمعنى أن هذه الكلمة الطيبة غرس طيب، غرس مبارك، والغرس المبارك لا يؤتي إلا ثمارا مباركة. إذا كان أصلها ثابتا وكان فرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تصوروا معايا تصوروا معنا شجرة فروعها تناطح السماء، في السماء شحال الثمار تاعها؟ احنا نلقاو شجرة هنا طول تاعها مترا، شحال جبنا من الثمار؟ شجرة هكذا صغيرة، شوف شحال الثمار. لا، هذه شجرة طولها هي طول هذه السماوات، وتؤتي أكلها ماشي مرة في العام، كل حين. تصور الثمار التي يجنيها الإنسان من هذه الكلمة. ولهذا احنا رانا في بيت الله، ولكننا بعد ما نخرجوا احنا نخرجوا للشارع لهنا، وتتلقى مع واحد في السيارة، ربما واحد ما تلاقيت معه يغلط معك، كنت تقول له اسمح لي هذه كلمة طيبة، كنت تقول له اسمح هذه كلمة طيبة. ولكن تصور هذاك الشخص ربما تلاقيت معه هذيك المرة، وربما ما زج قاعد تلاقى معه، ولكن في هذاك الموقف اللي جمعكم عوض تقول له هذه الكلمة المليحة، ربما تشتمه، ربما يشتمك، هاي كلمة ماهيش مليحة. في هذاك الموقف قل خيرا أو أصمت. نروحوا للدار، تلقى مع خاوتك، مع خواتاتك، مع باباك، مع إمك، كل انشر الكلمة الطيبة في بيتك. أراك راح تخدم، إما أنت مسؤول ولا مسؤول عليك، كل إذا كنت مسؤولا فقل كلمة طيبة لمن معك، وإذا كانوا مسؤولين عنك فأيضا قل كلمة طيبة لمن هم يعني مسؤولون عنك. وهكذا في تفاصيل الحياة، في أسفارنا، في محطاتنا، في سائر شؤوننا، نسأل الله عز وجل أن يزين ألسنتنا، وأن يزين كلامنا، وأن يجعلنا من الذين ينطقون بالكلام الطيب وبالكلام الخير. فإن عجزنا عن ذلك فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصمتون حينما يرون أن الصمت حكمة.
وأن يجعلنا من الذين يتكلمون إذا كان الكلام حكمة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر سائر شؤوننا وأن يهدينا في سائر أمورنا وأن يوفقنا إلى الخير ويعيننا عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.